ينضم إلينا محلل الأسواق المالية من إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن العملات الأجنبية والأسواق العالمية والنفط. أهلا وسهلا بك يا سيد سركيس. وسأبدأ اليوم، كيف أو ما هي العوامل فعليا التي أثرت بتقلب العملات الأجنبية أمام الدولار اليوم؟ هذا اليوم نشهد القليل من الانخفاض في أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، حيث اكتسب الدولار الأمريكي بعض الإيجابية بعد عودة القلق بين المتداولين من أزمة إيفرغراند الصينية وما قد تحمله لقطاع العقار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. في حال شهدنا تراجع في شهية المخاطرة، وعندما نرى تقلب في أسواق الأسهم زي ما شفنا هذا اليوم انخفاض في العديد من مؤشرات الأسهم الآسيوية، وتراجعت أيضا عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم، يلجأ المتداولون للبحث عن أصول لتصفية المراكز المالية، وهنا يصب في صالح الدولار الأمريكي. لكن بشكل عام لو نظرنا على مدى تداولات هذا الأسبوع، فالدولار الأمريكي نوعا ما زال منخفض، فالانخفاض الذي يشهده الدولار الأمريكي بشكل عام إذا قسناه على مدى هذا الأسبوع سببه تغير توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للعام المقبل، حيث أن الاقتصاديين حاليا يتوقعون بأن لا يرفع الفائدة العام المقبل كما كان متوقع مسبقا، بل قد يؤجل ذلك إلى 2023، وهذا ما أضعف الدولار نوعا ما على مدى الأسبوع كما أشرنا. لكن إذا عدنا للنظر إلى ما حصل هذا اليوم من بعض الارتفاع الذي شهده الدولار وتداول العملات الرئيسية على انخفاض، خصوصا العملات الحساسة للنمو مثل الدولار الأسترالي، الدولار النيوزيلندي، وكذلك الدولار الكندي والتي انخفضت مقابل الدولار، كان ذلك بسبب عودة القلق على النمو الاقتصادي العالمي كما أشرنا، بمخاوف تجاه أزمة العقار أو قطاع العقار الصيني، وكذلك أزمة اختناق سلاسل الإمدادات العالمية. نعم سيد سركيس، كما ذكرت يعني كان هناك خفوت أو فعليا ابتعاد عن المخاطرة أو شدة المخاطرة في الاستثمار، ولكن أيضا الذهب اليوم ذهب إلى الارتفاع مقابل انخفاض في الفضة وبقية المعادن. الآن أسعار الذهب تشهد ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، لكن لو أخذنا بعين الاعتبار كل الارتفاعات التي حصلت في أسعار الذهب ما تزال ضمن نطاقات محدودة نسبيا، لأنه لو نظرنا إلى عوائد السندات الأمريكية فسنجدها مرتفعة نسبيا مقارنة لما كانت عليه بداية هذا الشهر. فعوائد السندات على سبيل المثال للحصر أمل استحقاق 10 سنوات تتداول حول 1.65%، وهذا يدعو إلى النظر على أن ارتفاعات أسعار الذهب حتى هذه اللحظة ما تزال نوعا ما محدودة، خصوصا وأن ارتفاع الدولار لهذا اليوم تحديدا يقلص من مكاسب أسعار الذهب. لكن بشكل عام بدأ المتداولون الآن للنظر إلى احتمالات ارتفاعات هائلة في الأسعار عالميا، وربما سنشهد خلال الفترة المقبلة حتى محليا ارتفاعات في الأسعار قد تشمل المواد الاستهلاكية وكذلك أدوات الطاقة المتنوعة، سببها أزمة اختناق سلاسل التوريد وأزمة الطاقة العالمية. فعندما ننظر إلى احتمالات ارتفاع التضخم فهنا يظهر الذهب مجددا كتحوط وغطاء لمخاطر التضخم، لكن كما أشرت لحضراتكم فارتفاع عوائد السندات يحد نوعا ما من المكاسب التي حققها الذهب، وقد نشأت مستويات مقاومة متعددة خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي حول 1795 تمتد إلى 1800، هذه المقاومات قد تكون مصيرية بالنسبة لأسعار الذهب إن كان لهذا اليوم أو أيضا خلال الفترة المقبلة. نعم سيد سركيس، أيضا يعني بترافق مع ارتفاع الذهب وارتفاع الدولار أيضا كان هناك ارتفاع للنفط بشكل عام. برنت اليوم كسر حاجز 85 أو كسر حاجز 85 دولار خلال التعاملات، يعني إلى أين يذهب هذا السوق تحديدا؟ بداية أود أن أشير إلى أننا حاليا نعيش في فترة تسمى فترة أزمة الطاقة العالمية، ارتفاعات أستطيع وصفها بأنها ارتفاعات هائلة بأسعار النفط، أكثر من 70% ارتفاع في سعر النفط الأمريكي الخفيف عالميا على مدى تداولات هذه السنة. سلاسل الإمداد ما زالت مختنقة، ويوم أمس أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقرير مفاجئ أظهرت فيه على غير المتوقع انخفاض المخزون الأمريكي بواقع 400 ألف برميل، لينخفض المخزون الأمريكي لأدنى مستوياته منذ عدة سنوات. ونلاحظ أيضا
استمرار الارتفاعات وتواجد أسعار الفحم الغاز في مستويات مرتفعة جدا، كل ذلك يرجح امتداد الاتجاه الصاعد لأسعار النفط. الأسعار الحالية التي شاهدناها على سبيل المثال لعقود برنت حول 86 دولار قد تكون هي بداية الارتفاع، هذا إن لم تتصرف الدول المنتجة وصانعي القرار السياسي في العالم لإصلاح سلاسل الإمداد وتسهيل وصول الإمدادات للمستهلكين والمصافي. لأن لو عدنا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس، حصل انخفاض في الولايات المتحدة مقداره حوالي 5 مليون برميل من البنزين، وهذا إذا دل على شيء يدل بأن هنالك مشكلة في سلاسل التوريد، وهذا قد يسبب المزيد من الارتفاع في أسعار النفط. طبعا نحن الآن بحاجة إلى تدخلات سياسية من الدول العظمى في العالم مثل الولايات المتحدة، أوروبا وغيرها، وكذلك كبار المنتجين من أوبك وحلفاء أوبك لحل هذه المشكلة. فالمشكلة يجب أن يرافقها إصلاح سلاسل الإمداد وزيادة إنتاجية، وليس واحد منهم فقط حتى نشهد عودة السعر للانخفاض، وإلا استمرت أسعار النفط الارتفاع أكثر فأكثر خلال الفترة المقبلة. نعم سيد سركيس، أيضا يعني هناك حديث عن أن هناك ترابط ما بين ارتفاع الدولار والذهب وأيضا النفط، وأيضا حتى أنه ترافق مع ارتفاع في العملات الإلكترونية، كيف والبيتكوين تحديدا وصلت الأرقام قياسية في بشكل عام، كيف نفسر ارتفاع البيتكوين بالترافق مع هذه المعادن وهذه الأصول أيضا؟ بداية أذكر بالقوانين التي تحكم التداول في العملات المشفرة أو كما تدعى العملات الرقمية محليا، لكن إذا نظرنا إلى التداولات العالمية بالنسبة للبيتكوين أو لغيرها من العملات المشفرة، فنلاحظ بأن هنالك تدفقات مضاربة. هذه التدفقات للمضاربة يعتقد بعض المتداولين والمستثمرين في هذه العملات بأنها أصبحت ملاذ آمن ضد التضخم، فعندما نشهد ارتفاع كبير في أسعار النفط، ارتفاع كبير في أسعار السلع مثل الحديد وغيرها، قد تسبب ارتفاعات هائلة بالتضخم. فبعض المتداولين يلجأ إلى هذه العملات المشفرة لتغطية مخاطر التضخم، ولا أريد أن أقول بأنها بديلة عن الذهب، لأن الذهب معروف بأنه أصل متداول بأصل حقيقي، لكن هنالك بعض الجهات التي تقوم بدخول أسواق العملات الرقمية وطلبها لترتفع العملات المشفرة بشكل قوي، وأخص هنا البيتكوين والإيثيريوم التي شهدنا ارتفاعها خلال الفترة الماضية. لكن مرة أخرى أذكر بالقوانين التي تحكم تداولها، وأيضا أشير إلى المخاطر العالية جدا المرتبطة في تداول العملات الرقمية. نعم محلل الأسواق المالية الرئيسي من إكويتي جروب سركيس نزار كنت معنا، شكرا.